طيب الاكثر هسه حاليا بشجعوك في انك انت تواصلي في كره القدم ولا انه يقول لك غير المنشط او اجهزه؟ لا لا بشجعوني دائما. الناس الاكثر هم بشجعوك بالذات ابوي، يعني خلي سهر اسمع الكلام عشان تقدر تتطور عشان تقدر تتقدم، اهتمي بنفسك، تعاون يعني تعاملي مع نفسك بحذر، اكلي كويس، بطل الحوامة وبطل السهر والحفلات والحاجات دي عشان انت تقدر. طبعا ياديوس. طبعا. طيب حاليا نقدر نقول تلعبي في فريق انت؟ انا حاليا بلعب في فريق اسمه فريق الكرنك للسيدات. ايوه. طيب ده اول فريق انت لعبتي فيه؟ اول فريق لعبت فيه فريق العباسيه، نادي اسمه نادي العباسيه اللي هو ذاته نادي الحي ذاته. طيب انت كنت من بدري لك في كره القدم، وهسه حاليا انت بقيتي انضميتي لفريق ودخلت برضه لعبتي في المنتخب، لقيتي نفسك انك قدر الحاجه دي انه بجد كره القدم هي بتشبهك وقدرتي تقدمي فيها؟ بالضبط كده، لدرجه انه انا دايره اطور في نفسي زياده عشان اصل للاحترافيه ان شاء الله. طيب عالميا كده منو هو ممكن نقول غدوتك؟ عالميا منو بيقول غدوتي؟ لعيبه كتار من فرق متنوعه طبعا. طيب رغد الحاجه اللي ميزتها شنو في كره القدم؟ لما يجي مثلا الناس تحضرك التمرين او مباراه يقوم يقول لك رغد، تميزتي بشنو في كره القدم؟ تميزت بشنو في كره القدم؟ بحاجات كثيره طبعا، مهارات كثيره. ايوه لعابه. الحمد لله. خلونا بعض نشوف زمن الستوب واتش مع المهاجم رغد. رغد بما انك انت زول لعابه ومهاجمه، تخيل الستوب واتش ده اللي حيكون حقتي سام ما خطيره في اللعب انت شان. ولا عايزه تتراجعي؟ لا لا اكثر دقون فيك صح؟ طبعا. جاهزة للسيف؟ يلا. ممكن تتغير عشان زول؟ مستحيل. لونك المفضل؟ أسود. بتتجاهلي سريع الحاجة بتزعجك؟ طبعا. كسرة ولا عصيدة؟ كسرة. بتقدر تبعد من الناس اللي عيشي لفترة طويلة براك؟ مستحيل. قاسية أنت؟ لا والله. معلقة طلبات صداقة في الفيس؟ نعم. بتتراجع مرات ولا بتعاندي؟ ما هي مرات بعاند، بركب راس شديد. بتخافي من الأماكن العالية؟ يمكن نوعا ما. حفلة ولا عزومة عشاء؟ حفلة. بتتذكري سريع ولا بتنسي سريع؟ بتذكر سريع. قبل كده طلبت من الله ينسيك زول؟ لا. تعابير وشك بتفضحك؟ لا. يا تنوع من الأشخاص بتكرهي؟ الناس الأنانية. قبل كده تخليتي عن زول أو زول؟ هم اللي تخلى عني، ما تخليت انا عندي. نور ولا ظلام؟ طبعا النور. بتتلفت في الشارع كثير؟ عي اساسيه. حصل حلمتي بحاجه اتحققت؟ اي. بتستحمل الجوع؟ لا. مبسوطه؟ والله دايما ديبه.